السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة، غبش أكيد غني عن التعريف وكل الناس عارفاه. غبش طبعا ده ابن ميلو، من الكلاب اللي أنا وقفتها في المزرعة هنا، الكلاب اللي دمها خفيف جدا. وطبعا كنت بادئ معاه مرحلة تدريب في الفترة اللي فاتت، وقلت لكم ان انا هندخله التدريب هنا مع من ضمن الكلاب اللي هي جاية عندنا تدريب. تمام. طبعا غبش في الفترة الاخيرة دي كان اتدلع، وقلت ان هو بيعاكس في المشي والحاجات اللي زي كده، بس احنا شغالين معاه وبإذن الله هيكون في تقدم جميل جدا. وفي المرحلة الاخيرة دي بقى قلنا نحطه مع كلاب الشراسة. يعني غبش كان بطبيعته هادي، الكلب ده كان هادي لان ما كناش في وقت ان احنا ندربه شراسة او حاجة زي كده. فالحمد لله اول ما اشتغلنا معاه بدأ يبان على حقيقته. بقى تعالوا بقى نشوف شغل المالينو غير شغل الجيرمان وشغل الكلاب دي كلها. يعني المالينو في طباع غريبة شوية. غبش ولا غباش، بتلاحظ في الكلب المالينو ساعة لما يجي يهاجم او حاجة زي كده تسمع صوت سنانه بتخبط على بعضيها من غير ان هو ما يقف قدام المهاجم. يعني اول ما يبدأ يجهز نفسه للهجوم تلاقي سنانه تخبط على بعضيها. كلب غريب جدا. الحركة دي ما شفتهاش الا في الكلب ده، يعني في الكلاب المالينو بالذات. في معنى كده ان هو عنده مقدرة على الفتك الرهيب. يعني الكلاب دي ذكية جدا، بيشغل سنانه وبيبينها للمهاجم من بعيد ان هو بيحرك بقه. شايفين الحركة اللي هو بيعملها دي يا جماعة؟ ان هو بيحرك بقه تمام علشان يبين ان هو بيخوف المهاجم. يلا بينا نشوف غبش كده اول ما يشوفه. انت خدت ريش على بقه؟ شايفين يا جماعة حركة بقه؟ شايفين؟ ثانية واحدة، شاور كده، شاور كده عادي، خش برافو راتي شاطر غبش. مين سمع صوت السنان وهي بتطقطق؟ اللي سمع صوت السنان يكتب لنا في كومنت يا جماعة. شاطر على شاطر غبا شاطر. طب هات كورباك كده شاطر. لا يا جماعه كده معناه ان هو بسم الله ما شاء الله من ناحيه اي ايد تتحط عليه لا مستعد ان هو يفرمها. يعني اشتغل كده بس كده باجي ودراع. طب مين لاحظ يا جماعه الحركه السريعه بتاعت بق الكلب؟ طبعا دي ما بنلاحظهاش الا في ميلو وفي عياله، ودي اكيد في كل الكلاب المالينو تمام، بس دي لاحظتها في ميلو وعياله. حركه سريعه من بق الكلاب دي ساعه الهجوم، ساعه ما بيكون عنده يعني مقدره ان هو يخش يمسك اللي قدامه. شاطر شاطر شاطر، مسك غايب معاه، غايب معاه بقى. شاطر 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 شاطر. اول ما عاد يسيب، اول ما عاد يسيب، اول ما عاد يسيب عشان اول مره. يلا شاطر، تعالى كده هز الدراع.
طبعا دي اول عضة ليه يا جماعة في الدراع، اول عضة ليه في الدراع، بس الدراع بس يلا خد الدراع تاني، يلا خش خش مسك يلا يا دي. ها شاطر 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 غبا شاطر شاطر، شايفين يا جماعة شايفين، يلا خليه عض اول ما عض سيب، شاطر طبعا هو كده يا جماعة بيستغرب بيستغرب الدراع تمام. دي تاني عضة تعتبر تاني عضة في حياة غبش، يعني دي تاني عضة في حياة غبش، واول عضة اللي احنا شفناها من شوية شفتوا الكلب في اول عضة بيبقى مستغرب العضة بتاعته ازاي، يعني هو بيعض الدراع اول ما عضه سابه على طول ما هوش عارف دي ايه. دلوقتي هتشوفوا مع التكرار دي كده التانية، تعالوا نشوفوا لحد الخمسة هتوصل لايه، لحد الستة هتوصل لايه. خد الدراع يلا سريع يلا اه اعمل نفسك هتاخده، اعمل نفسك هتاخده يلا اه شاطر 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 خده يلا خده يلا، ايوه كده بدأ ان هو كمان عايز الدراع مش عايز ياخده، يلا خش كده وريني كده بس كده شاطر 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 برافو يلا تاني يلا مسك اه شاطر 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 شاطر. طبعا يا جماعة برضو دي التالتة، خش خد الدراع شاطر خد الدراع شاطر شاطر غبش يلا دوخوا عليه شوية دوخوا عليه شوية شاطر 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 شاطر، اوعى الكلب اللي وراه شاطر 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 يلا مسك ها شاطر غبش شاطر، ما تسيبولوش تاني ما تسيبولوش تاني، خش خد مسك يلا يلا. دي او دي دلوقتي يا جماعه بدايه العضات اهي تمام، يلا مسك مسك شاطر شاطر تان 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 شاطر 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 تان 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 يلا ها شاطر سي يلا تاني ها برافو غبا شاطر غبا، سامعين يا جماعه الصوت سيب شاطر، حسسه ان هو خد حاجته، شايفين يا جماعه كده بدا الكلب اهو، اعمل نفسك هتاخد الدراع خده يلا يلا خش تاني امسك يلا يلا زق خلي الدراع يلمسه خلي الدراع يلمسه ما يطلوش يلا شاطر 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 ايه برافو برافو ايه شاطر شاطر، شفتوا كده يا جماعه لاحظنا المره دي شده ورجع بيه لورا، اعمل نفسك هتاخده يلا يلا بسرعه بسرعه عشان الوقت يلا خده يلا خش تاني يلا بسرعه عشان الوقت، شايفين يا جماعه كده برافو 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 شاطر شاطر يلا شد معاه شد معاه يلا شد معاه يلا تاني تاني يلا تاني يلا تاني ها ها برافو شاطر شاطر شد معاه شاطر، شايفين يا جماعه كده بدأ اهو ان هو يتحرك احسن من الاول كمان عن اول مره تمام. بإذن الله هنشوف غبش بعد كده في حلقات وهو بياخد الدراع وهو بيتعلق فيه والحاجات دي كلها، تعتبر دي تعتبر بداية شراسة ده جار ومش هنقول كلب يعني. تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.